هاي اليوم بأوتو فوكس معنا سوبر كار. لما نحكي سوبر كار ما فينا ما نحط بهالكاتيجوري سيارة الأودي آر 8. أودي آر 8 فينا نحطها مع كاتيجوري اللامبورغيني الفيراري وحتى أهم شركات اللي بتصنع حتى فينا حتى مع البيجاتي كشكل. وإذا منشوف بالفعل شكل السيارة منلاحظ قدي سيارة ثابتة على الطريق بداية بيبقى أنه السيارة واطية قدي سيارة عريضة هالشي بيعطيها ثبات أكتر وأكتر. مشاهدينا أودي آر 8 عم نشوفها سوا السيارة اللي انطلقت بعام 2007 عم نستعرضها سوا اليوم مع سايد فيو بداية وشايفين الكاربون فايبر قدي حلو وداخل على لون السيارة السيلفر يلي معنا اليوم كمان البريكينج الأحمر يلي كمان داخل على ديسكيت السيارة جانت يلي هو الكواترو 19 إنش لوك ما فينا نحكي عليه شيء لوك ولا أجمل من هيك للأودي آر 8. نحكي شوي عن تاريخ السيارة أخذ شهادات كثيرة خاصة من جاكي ليكس البطل العالمي بسباقات لومالا 6 مناسبات. جاكي ليكس بيقول أنه it's the best handling car بهالأيام هيدي يعني السيارة رغم أنه هي كتير سريعة أكيد هي سيارة كتير ثابتة بنفس الوقت مثل ما حكينا ببداية حلقتنا. كمان خلوني شوي نحكي عن الناحية الخلفية قبل ما تابع المعلومات عن السيارة. بالفعل من وراء ولا أحلى من هيك سيارة مع 4 سورتيات. منشوف كمان اللوج الأجريسيف كتير عليها والمسلز كمان اللي داخلين على السيارة سيارة كتير هيك بتشوفوها كبيرة وعريضة وبتعطي قيمة كتير كبيرة على الطريق بطبيعة الحال. مشاهدينا نتابع إذن شوي. هالسيارة كانت بروتوتايب بسباقات اللومان بال 2007 يعني أول مرة نزلتها أودي على الطريق هي كانت بسباقات اللومان الشهيرة ل 24 ساعة اللي بتصير كل سنة ومن بعدها استوحت منها أنه تنزل السيارة للأسواق. كانت هالسيارة إذا فينا نحكي عنها كمان كونسبت كار بال 2003 بمعرض جنيف الدولي اللي هو أحد أبرز معارض السيارات بالعالم. ومن بعد 4 سنوات أو 3 سنوات تقريبا صرنا نشوف هالسيارة إن كان بسباقات لومان أو حتى على الطرقات وعملت الأودي مثل ريفوليسيون كتير كبيرة لما أصدرت هالسيارة بالأسواق. رح نشوف المحرك من بعد ما نشوف الداخل. مشاهدينا الداخل يلي مستعرضه مع الفرش الجلد البني الحلو كتير كمان الهافان اللي فينا نقول عنه وصولا لل مسكة البيتاس اللي هي بتكون بطريقة كتير حلوة ومنشوف تيبترونيك سيستم مثل نظام الاس ام جي بالبي ام دبليو يعني ما عنا بيتاس عادي او حتى منشوف البلس والماينس بطريقة موجودة فقط بهالبيتاس الى جانب هالشي منشوف البي والار للاريير اكيدة. من الداخل مشاهدينا فيها نافيجيشن سيستم فيها سبيشال ساوند سيستم عنا 6 ايرباجز واهم شيء عنا ايرباجز على الركب يحمونا لا سمح الله من اي حادث متعرض له. اضافه لوجود مزايا كثيره بالسياره من جوا رغم انه هي سياره رياضيه بامتياز اتس تو سيتر كار ما فيها اكيد مكان لورا. رح نرجع نتابع اذا جولتنا ونرجع نشوف السياره من الناحيه الخلفيه بما انه المحرك هو من الناحيه الخلفيه بالسياره. بطلب من زميلي ستيف اذا في يبر لنا السيارة على الميل الصحيحة هالشي اللي عم بيعمله ستيف لنشوف المحرك اللي هم على طريقة اللامبورغيني على طريقة الفيراري وعلى طريقة الشركات العريقة جدا بعالم سيارات السرعة V8 FSI كمان دخله لون الأحمر المحرك ولا أحلى من هيك من ناحية الخلفية بالسيارة وأخذ قسم كبير من السيارة يعني هو محرك كبير بوصل سعته أو حجمه ل 4163 سنتيمتر مكعب. هو V8 414 حصان بتولد هالسيارة على سرعة دوران توصل ل 7800 دورة كـ RPM توب سبيد 293 كيلومتر بالساعة. أما التورك قوة الدفع بتوصل ل 430 نيوتن متر على 4500 دورة بالدقيقة كسرعة دوران ومن 0 ل 100 بأربع ثواني فاصل 3 فقط تعمل هالأودي آر 8. نذكر كمان أنه السيارة فيها 6 غيارات للسرعة وأكيد متحكم فيهم بطريقة أوتوماتيكية بلس ماينس شيفتبل مثل ما شفناه هون. رح أختم الحلقة اليوم ذكر بالسعر أطلع فيها دورها تسمعوا صوتها ومنكون عم نختم حلقتنا اليوم بأوتو فوكس. السيارة ماشية 50800 ميل بسعر 108000 دولار والسيارة باقية بالام تي في لحوالي 3 ايام بهالسعر المميز. اذا ختامة
مع صوت الار 8 رح نخلي اكيد رح نخلي الباب مفتوح تنسمعها بشكل اوضح. هيدي اذا كانت سيارتنا اليوم، الى اللقاء بحلقة اضافية.